حدادا للقاء وادي دجله يوم الجمعه المقبل ان شاء الله. وامبارح ريني فايلر المدير الفني عقد جلسه مع اللاعبين عشان يقول لهم على بعض التعليمات الفنيه للمرحله القادمه ان شاء الله. وطبعا ركز الجهاز الفني للفريق على تدريبات الكره واجرى تقسيمه دون حراس ثم تقسيمه اخرى بمشاركه حارسين، ده طبعا تنفيذا لبعض الجوانب الفنيه والخططيه. نكمل مع حضراتكم خبر تاني عن اللاعبين، وهو ان